حدثني لما هذا الرجل أتانا قبل صلاة المغرب، أدخل المغسلة وقفت عليه، لما كشفنا الستار عن وجه هذا الشاب سبحان الله لاحظنا تلك الوضاءة التي في هذا الشاب في وجهه، ليست بالوضاءة التي نعرفها. سبحان الله العظيم، غسلنا الشاب هذا وكفناه وصلينا صلاة المغرب، ثم نقلناه المقبرة وضع في قبره. سألت بعد، لم أتمكن في تلك اللحظات أن أسأل الرجل الملتحي الذي كان معه، لم أسأله. قلت له بعد فترة، بعد شهر تقريبا، التقيت به في أحد الأماكن وأنا لا أعرفهم كلهم. قلت يا أخي هذا الشاب له شأن لكن لا أعرف من قصته شيئا، هل أنت والده؟ قال لا، أنا إمام مسجدهم. قلت كيف قصة هذا الشاب؟ قال هذا الشاب من جماعة مسجدي، يقول لم أعهده غاب عن الجماعة في أي فرض من الفروض، يقول بل إن إذا كانت أعمدة المسجد أربعة فهو خامس. يا سلام، سبحان الله. يقول يبكر إلى الصلاة ويصلي مع الجماعة، يقول في ذلك اليوم صليت صلاة الفجر، يقول قلت استو اعتدلوا كالعادة، يقول فلم ألحظه خلفي، يقول ليست بعادته، يقول أباه صلى معنا. يقول سبحان الله التفت، قلت لعله يدرك الصلاة، يقول صليت ثم انتهت الصلاة فسلمت، يقول نظرت إلى الشاب، يقول فلم أجده، يقول هممت أن أسأل والده فلم أسأله، يقول ذهبت إلى البيت، يقول جلست قليلا فإذ بالطارق يطرق الباب، يقول فتحت الباب إذ هو أبو الشاب. لماذا يا أبو فلان؟ ماذا تريد؟ قال أنا حركت الشاب فقلبته يمنة ويسرى فلم يرد علي، على الفراش. يقول يقول طرقت معه إلى غرفة، دخلنا حتى وصلنا غرفة، يقول فإذ هو على الحالة والهيئة التي رأيتها. ما أترك من الله يعني. فأخذناه، يقول فلم نعلم، يقول على الحالة، يقول فأخذناه إلى المستشفى، فقال الدكتور هذا مات تقريبا منذ ساعتين. يقول سبحان الله الذي حدث من حال القصة، يقول قبل موته، يقول دخل على أهله في البيت، يقول ليلة وفاته، يقول ليس بالوجه الذي عهدنا. طبعا الشاب يعلوه الدين وسمت الدين وأهله متدينين وبيت صلاح. يقول دخل إلى البيت، يقول سبحان الله، فبدأ يردد كلمات أنا أسعد إنسان في الدنيا، أنا سعيد، يقول لم يعهدوا عليه هذا الكلام، أول مرة يعني يقول أول مرة يتكلم بهذا الكلام. يقول سبحان الله العظيم بدأ يرد هذه الكلمات حتى أن سبحان الله وقف عند أهله، فيقول حتى أتى وقت النوم فنام، يقول فنام أصبح عليه الصباح، يقول فمات على تلك الميتة. فيذكر عنه أحد المدرسين الذي ذكرت له قصة، قال هذا الشاب كان في المدرسة سبحان الله داعية بصمته، يقول سبحان الله يدرس في الصف الثاني متوسط تقريبا، لكنه يقول شاب يقول يعلوه ذكر الله عز وجل، يقول يعلوه الابتسامة والسمت، يقول كأنه أكبر من عقله وجسمه، عمر العقل سبحان الله العظيم. يقول وكأن هذا الشاب يدعو الناس بتصرفاته. سبحان الله العظيم، يقول حدث موقف بعد فترة من الزمن، يقول لما مات هذا الشاب رأت أمه وأباه وجدته كذلك نفس الرؤية وتواترت في هذا الشاب بعد موته، رأوا فيه رؤيا، قالوا يا فلان، يقول رأوه في مكان يقول جميل وأخضر، يقول على حلة طيبة وعليه تيجان، يقول فقالوا له يا فلان ماذا فعل بك الله؟ قال الله عز وجل رضي عني ورضي عن أبي وأمي وجدتي، يقول سبحان الله، يقول وأنا في الجنة، وأنا في الجنة سبحان الله، وانتهت الرؤيا على ذلك. فسبحان الله.